نتكلم عن الإعمار بصورة عامة، الإعمار بطيء جدا من ناحية الإعمار. يعني الأموال اللي دي تصل للمحافظة واللي تنصرف من الحكومة المركزية مبالغ تعوض الإعمار، لكن لم نسمع عن هذه المشاريع. سابقا كان أكو عروض البنى التحتية من يريدون يسوون مشاريع يعلنون عنها، يعني كثير أكو مشاريع ما تعلن، رأسا تحيل تابعة للدواء، رأسا تحيل إلى جماعات متمكنة وجماعات مسيطرة على هذه الإعمار. أكيد هي بيها صفقات، أكيد بيها ناس يعني مسيطرة على هذه المواضيع، لو يعلن عنها يكون أفضل يعني بالنسبة حتى المواطن يعرف أكو مشاريع راح تنجز، أكو مشاريع راح تعمر مستشفيات أكيد راح تنجز أكثر، أكو شركات أيضا متلكئة نفس الشيء، يعني المفروض ما يحال عليها هذه المشاريع، يعني مشاريع إحنا محتاجين هذه المشاريع بسرعة أسرع وقت ممكن. والله لابد أنه أكو السرقات موجودة، يعني ما ممكن أن يسيطرون على كل السرقات، وأكو جهات سياسية تستفاد من هذا الموضوع حتى يحال إليها الموضوع تستفاد من عندهم. المفروض الصفقات والأمور اللي تجي المفروض تعطى إلى الشركات ويعلنون عنها ويعلنون عن أسمائها، يعني لحد الآن ما نعرف المن راح تصير والمن تتخصص. كل مشروع اللي يأخذوه مبهم، ما له أي يعني معرفة بهذا الشيء. هناك أحزاب لها يد بها لهذه الأمور كلها، زين اللي عتعرقل هاي مسيرة الإعمار وعلى تخلي الإعمار يصير ببطء، يعني الإعمار هسه ببطء والمشاريع اللي عتجينا ما نعرف منو ومنو اللي عيستلمها وايش قد التخصيص مالها وكيفية التخصيص. لكل دائرة ولكل مدير وكل شخص مسؤول عندما يستلم مبالغ يجب انه يعلن المشاريع ماله وفق الضوابط في لوحة حتى المواطن يكون عنده علم بها. اكو مشاريع تنفذ وما تنفذ احنا المواطن ما يعرف بها. الاموال ما نعرف الاموال وين تروح، المن اشي راسمن فيسمن ما نعرف. زين كل هذا التريليونات والمليارات زين لحد الان من تحليل لحد الان سياره ما النفايات ما تفوت بالمنطقه كلها على حسابنا، سيارات خاصه اهليه كي وين التخصيصات؟ سيارات ما يقدرون يشترون 50 60 سياره ايش راح تاثر؟ نطالب انه تكون جهات رقابيه مسؤوله ويكون ناس نزيهين نعرفهم يراجعون وتعطى الى ناس اكفاء ذو خبره ذو اخلاص بالعمل.